أنهم يسعون في حال عدم اكتمال النصاب مثلا إلى تمرير الجلسة بطرق يعني غير موثقة. لذلك ومن خلال قناتكم الموقرة يعني نطالب أنه أن فعلا تكون الجلسة القادمة فيها عملية توثيق حقيقي للأعداد الموجودة، سواء من خلال التواقيع الحية لعدد النواب المتواجدين أو التصوير داخل الكاميرات أو البصمة التي تضمن كم عدد الموجودين، حتى لا تمرر يعني ولا تخلق لنا أزمة جديدة. أنت قبل شوية أيضا دخلتنا في دوامة أن الولادات ممكن أن يزورون حتى النصاب، وبالتالي تبحثون عن ضمانات للنصاب. قل لي بروح أبوك، احنا شنو ذنبنا نعيش حربكم النفسية هذه غير المسؤولة؟ اتورطنا صرنا نروح الصناديق الانتخاب ليش؟ ومن يدير ويشرف على إدارة هذه الحرب النفسية؟ مو خطية احنا، واحنا هم خطيه وياكم. انا خويا انتم امركم عدله، انتم ليش خطيه؟ انتم تدورون حكومه، احنا ندور خبز. استاذ والله مثلك ندور خبز، وحالنا حال اللي اذا صعد بطل الزيت. اخويا انت دياكم بالرجال دواره، انت لا استاذ وائل، انتم دياكم بالرجال بس خطيه ذولا احنا. نعم كوني ركابي والله، والنعم دينا بالرشاب كون ركابي. والله يا ولد عمي بن الرشاب على راسي. الله يحفظك حبيبي. استاذ نجم، استاذ نجم، انا من قلت مو احاول ان يعني ان اشيء الى الاطراف الاخرين يعني من خلال تنويهي الى عملية مراقبة الحضور، بقدر ما هو حرص حقيقي على نجاح عملية ديمقراطية. هذا سوء الظن يعني يا سيد وائل، نقول ملينا. هذا سوء الظن. مو شلون يعني بعد شلون يعني تريد القضية تمر هسه؟ هذا مو ظن، هذه نصيحة. ليش تأخذ من باب الظن ومن باب التهمة؟ بقدر ما أنه أنا أضع أمامك الأمور حتى لا يكيل عليك الخصوم ما يحملون من مؤشرات قد وضعك في محل الغيبة. سيد وائل، ويقال رحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه. خوش، خلينا شيل الغيبة من عندك. أنا خلينا أقول لك معلومة، هنالك حكمة تقول إذا أمنت فلا تسأل، وإذا سألت فلا تأمن. هسه مو احنا قاعد نحكي عن موضوع سياسي استاذ، هو يعني أنا مو موضوع خاص حتى بيها، احنا قضية سياسية. اليوم الحضور الجلسة يوم السبت. نعم. هي الفاصل. تمام. فبالتالي يجب ان يراعى كل ما ينجح هذه الجلسة. تمام. انا من خلال قناتك دا اقول لك الموقرة، الله يسلمك، ان نجح الطرف في جمع 220، والله مبارك لهم تشكيل هذه الحكومة، والإطار سيبارك له على أن تكون الجلسة فعلا بعيدة عن كل مثارات الشكوك ومثارات الريبة أبدا. تأتي الأمور بشكل طبيعي، ولا أريد أن أقول أن وجود عدم نجاح الجلسة يعني بمعنى هو فشل لهذا هذا التحالف، لا، هم أريد أحكي سياسة، ولا هو نصر ونجاح للثلث الضامن الذي استطاع أن لا يحضر الجلسة وبالتالي لا يكمل النصاب، بقدر ما أقول أن على الطرفين الآن إذا ما فشلت الجلسة يوم السبت ليس أمامهم سوى الحوار. مع الحوار.